صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابنتك الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا والله من لجأ والتجا إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. أي جفنين لرسول الله في القبر غفا، ونحيب البضعة الزهراء عنه ما خفا، حينما صاحت دعوا داري بحق المصطفى وبحق المرتضى وابنيه ويا الذكر المبين. لهف نفسي مذ أرادت صد حقد الاعتداء، وبدا أنملها كالصبح في ثوب الحياة، رفع الصوت لعين فتلوى في الهوى ليصيب الخنصر الطاهر من أم الحسين. بعد يا شاعر وصف صار، يقول عندها لاذت عفاف الكون مولاة النساء، ببكاء صامتين زلزل أركان السماء، وغدايا تخطب فيهم خلف باب الأنبياء، فأثار الوعظ بركانا من الحقد الدفي، وابتوا لا أحس الظلم بالعدل الصريح،
خلف باب الدين تشكو لعلي وتصيح، فأزاح الباب بالقوة كالطبع الجريح، ليصيب الدهر بالكاس على مر السنين. وابت لا أصاب الصدر مسمار حديد، وابنة المختار ترنو بانكسار للوليد، فهوت من شدة الإعياء والنسف الشديد، ومن الحسرة مذلاحة لها موت الجنين. بعد يا شاعر يقول: بينما فاطمة الزهراء لا تقوى القيام في ذهول الحال مما فعل القوم اللئام، إذ أتاها الصوت فوق الراس يهوي بانتقام، وأتتها لطمة الحقد فأعمت أي عين. لطم الظالم عين العرش في عين البتول، ورمى الخد فدار الراس من بنت الرسول، فهوت آفلة كالبدر من قبل الأفول، لتعم الظلمة الكون ليتم الحسنة. اي والله ورا الباب اختفت فاطيم، ولا ذايات ورا الباب اختفت فاطيم، ولا ذت عصرها المال همروا، ولا ذات يا خايب لا مقابلتك، ولا أذت ولا ذات ذنب لجلة توسدها المنية، يا المنية إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. هدية إلى روح سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، طيبوا أفواهكم ونوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الذوات المقدسة، الذوات الطاهرة، الذوات العليا من البشر اللي بلغوا كمالات عليا لا يمكن إدراكهم، لا يمكن معرفتهم معرفة شمولية
إلا من خلال من هو أعلى منهم. التفت لهذه المقدمة لأن البحث مبني على هذه المقدمة. إذا نريد نعرف فالذات مقدسة، ذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نريد نعرف من هي الزهراء، نريد نعرف من هم الأنبياء، من هم الأوصياء. مو مفكر إسلامي أو فقيه أو عالم أو كذا يجي هو يعرفنا بذات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لازم نرجع إلى من هو أعلى من الرسول صلى الله عليه وآله، هو يقول لنا من الرسول، هو يبين لنا مقامات الرسول صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن الأدنى لا يدرك الأعلى. قاعدة أينشتاين، ما يحتاج تروح إلى ذوات الأئمة والأنبياء، أينشتاين فد عقلية كبيرة، عقلية عظيمة خاصة بالفيزياء والرياضيات. إذا تجي الفد واحد مثلا خريج بكالوريوس بالفيزياء تقول له عرف لي، أريدك تعرف لي تعريف شامل محيط بكامل عقلية أينشتاين، يقول لك أحتاج عقلية مثل عقلية أينشتاين حتى أعرف تعريف شامل لأينشتاين، صحيح لو لا؟ انطيني عقل مثل عقل أينشتاين بنفس المستوى وأقدر أعرف لك عقلية أينشتاين. أما أنا بعقليتي اللي هي أقل من مستوى عقلية أينشتاين، أقدر أعرف لك جانب من جوانب فكر أينشتاين، جانب من جوانب نظريات أينشتاين، ما أقدر أحيط بها. ليش؟ لأن الأدنى لا يدرك الأعلى إدراك كامل. فنفس الشيء أنت جاي تعرف النبي، تعرف الإمام، لازم ترجع إلى من هو أعلى من الإمام، يعني إلى الله عز وجل خالقهم، هو يبين منهم هؤلاء. لذلك شوف إخواني الإمام الحسن العسكري عليه السلام تقرأ بزيارة الناحية المقدسة يسلم على ابن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه ويأكد على هالمعنى، يقول له السلام عليك. العسكري يسلم على الإمام المنتظر يقول له السلام عليك، سلام من عرفك. أنا وياك عرفنا الإمام لكن بيا معرفة، من عرفك بما عرفك الله به. الله هو يعرفنا بالإمام، أنا وياك ما نقدر نعرفه. ليش؟ لأنه الأعلى وأنا وياك الأدنى، والأدنى لا يدرك الأعلى إدراك شامل. السلام عليك سلام من عرفك بما عرفك الله أو بما عرفك به الله ونعتك ببعض نعوته التي أنت أهلها وفوقها. خلي الآن ببالك هالمقدمة، ندخل بالبحث. نريد نعرف من هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، نريد نعرف مقام الزهراء سلام الله عليها. نرجع علما طبيعي وفقا للمقدمة لازم نرجع للقرآن الكريم، هو يعرفنا من هي الزهراء، ما نرجع إلى مفكر، نرجع إلى فقيه، إلى كذا. القرآن الكريم هو اللي يعطينا مقامات الزهراء ويحدد مقامات الزهراء، لأن القرآن الكريم عن الله خالق فاطمة الزهراء. شو يقول القرآن الكريم؟ يجي القرآن الكريم يقول يا جماعة ترى الإيمان، تفت نمشي حلقة حلقة، الإيمان يقول ما يكفي طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما يكفي إيمان بلي رضا بلي تسليم. أساس من أساسيات الإيمان أن تكون عندك حالة الرضا والتسليم والإخبات إلى الله عز وجل. طاعة فقط بدون رضا وبدون تسليم ما يصير. شلون؟ يجي القرآن الكريم يقول درجات الرضا ثلاث، حالة الرضا اللي موجودة عندك على ثلاثة درجات، ثلاث مقامات. المقام الأول أن تكون أنت راض عن الله عز وجل. وياي أنت أيها العبد راضي عن الله. بس واحد يسأل يقول شنو أهمية رضا العبد عن ربه؟ شنو رضيت لو ما رضيت؟ ما أهمية رضا العبد عن سيده؟ رضا الفقير إلى الغني، رضا المحتاج إلى الغني، شو يمثل أنا رضاي من عدم رضاي؟ قالوا لا، رضا العبد عن الله عز وجل يحمل مفهوم آخر. شنو هذا المفهوم؟ قالوا رضاك عن الله أن تكون راضيا بقضاء الله وقدره. إش ما يجيك من رب العالمين أنت راضي وموكل أمورك لله، بالضراء والسراء بالشدة والرخاء أنت راضي عن الله. هنا يقولون بلغت مقام ومرتبة ودرجة الرضا عن الله عز وجل. يعني واحد ما عنده ذرية، الله حارمه من الذرية،
ما يعيش حالة السخط والغضب، لا، صحيح يسعى للأسباب، يأخذ بالأسباب، يروح يتعالج، لكن في نفس الوقت من الداخل عنده حالة الرضا عن الله عز وجل. الحمد لله والشكر من رب العالمين. واحد مبتلى أبناء كلهم بنات ما عنده ذكور، هم بعد يعيش حالة الرضا. واحد مبتلى بمرض يعيش حالة الرضا، هذا يقولون عنه راضي عن الله، هذا الرضا عن الله. التفت لها الآية أقراها لك. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، كمل وياي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله يقول يا مؤمن ترى ما يكفي تطيع الله ورسوله فقط، هذا بروحه ما يكفي، لازم تطيع وما أكو حرج من الداخل. شنو هو الحرج؟ يعني تعيش حالة الرضا عن الله عز وجل، تجي تطبق أوامر الله وأوامر الرسول وانت راضي، ما أكو حرج في نفسك. إذا التفت، هذا المقام الأول، مقام رضاك عن الله عز وجل. كم مقامهما؟ مقام رضا ثلاث. بعد يجي المؤمن يرتقي إلى درجة أعلى، خلص المقام الأول، هو راضي عن الله، راضي بقضاء الله وقدره، يجي إلى المقام الثاني. قالوا العلماء المقام الثاني في القرآن الكريم رضا الله عن عبده، هذا مقام أرقى. قد تكون أنت راضي عن الله بس الله مو راضي عنك، التفت، لا، لازم تجمع الأثنين، رضاك عن الله وتسعى لأن يرضى عنك الله، اللهم لازم يصير راضي عنك. شلون أحقق رضا الله؟ كيف السبيل إلى رضا الله؟ هم نرجع للقرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا طريق رضا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله، أحسنت، تحبون الله شنو يعني؟ يعني إذا أنتم راضين عن الله، يعني راضين بقضاء الله وقدره، انتقلوا للمقام الثاني، انتقلوا للمرحلة الثانية، فاتبعوني، يعني اتبعوا الرسول، شو يصير؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يحببكم الله يعني الله يرضى عنكم. إذا شلون أحقق رضا الله عني؟ باتباع الرسول، اتباعا محضا. إذا اتبعت أوامر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وانتهيت عن نواهي، الله يرضى عني. إذا التفت، عندنا مقامين، رضاك عن الله ورضا الله عنك، هذان المقامان ضروريان حتى تتكمل، تكتمل عبوديتك أيها المؤمن، لازم الأثنين موجودين. لذلك شوف القرآن الكريم في أربعة مواضع يجمع هالمقامين، رضي الله عنهم، جاوبني، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لازم يجمع الأثنين ويبين لك الآثار، يبين لك النتائج. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. التفت لي رحم الله والديك، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. شبيها صلاتك تعبانة وباردة؟ ثانية بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهنا يجي القرآن يجمع المقامين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يجمع المقام الأول والثاني. طيب، أكو عندنا بعد مقام ثالث، هذا مقام شوي التفت له. عرفنا المقام الأول رضاك عن الله، مقام الثاني الله يرضى عنك، بعد أكو مقام ثالث للرضا؟ قالوا بلى. إيه بعد شريف، أنا رضيت عن الله والله راضي عني بعد، يا مقام. قالوا أكو مقام ثالث، هذا مقام خاص لا يناله إلا المقربون، إلا ذو حظ عظيم. هذا مقام يتطلب مقدمات استثنائية، هذا مقام صاحب هالمقام من الرضا يتعرض لامتحانات وابتلاءات شديدة خطيرة يصل إلى هالمقام الثالث. يا مقام صاحب هالمقام تعدى رضاه عن الله وتعدى رضا الله عنه، وصل إلى مقام ثالث وهو أن الله
جعل رضاه في رضاه العبد وجعل غضبه في غضبه العبد. يعني الله يقول له يا عبدي إذا أنت راضي أنا راضي، وإذا أنت ساخط وزعلان أنا أصير ساخط وزعلان. شوف قد عظيم هالمقام اللي يرتقي به العبد ويرتبط رضاه برضا الله، أو رضا الله برضا هذا العبد وغضب الله بغضب هذا العبد. درجة جدا عالية، درجة جدا عظيمة في القرآن الكريم. ما حد نال هذه الدرجة إلا شخص واحد فقط. هذا المقام العالي من الرضا لم يمنح في القرآن الكريم إلا لشخصية واحدة فقط، وهي شخصية رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، تقلب يا آية في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى. شوف عظمة الرسول، الله يقول له يا محمد أنت تعديت المقام الأول رضيت عن الله، وتجاوزت المقام الثاني الله رضى عنك، وصلت إلى المقام الثالث ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا محمد شو تريد؟ أريد أراضيك، أريد أطيب خاطرك، إيش تطلب، إيش تحتاج، شو اللي راضيك أنا أنطيك إياه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. شوف أي مقام عظيم بلغه رسولنا صلى الله عليه وسلم. هسه أسألك سؤال، ماذا أعطى الله رسوله الكريم حتى يرضى؟ هم بعد ثقافتنا بالقرآن ما نطلع من القرآن. روح الأعطاء ولسوف يعطي، هذه المفردة مفردة العطاء، الله يقول له أعطيك حتى ترضى. دور بالقرآن الكريم ما تجد هالمفردة موجهة لرسول الله مفردة العطاء إلا في موضع واحد، هناك يقول له ولسوف يعطيك ربك فترضى، بآية ثانية يقول له إنا أعطيناك. إذن بيش الله رضى رسوله؟ بشنو رضى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ بالكوثر. روايات آل البيت عليهم السلام، وجزء قسم كبير من أبناء العامة يقولون الكوثر هي سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يعني الزهراء صارت مظهر غضب رضا الله ومظهر رضا الله. إذا الزهراء راضية محمد راضي والله راضي، وإذا الزهراء غاضبة وساخطة محمد غاضب وساخط، اللهم غاضب وساخط. هسه بعد ما تستغرب وما تتعجب وما تستكبرها تستكثرها إذا تجي تشوف الحاكم في مستدركه وهو واحد من أكبر علماء أبناء العامة ومحدثيهم يروي هذه الرواية، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فاطمة إن الله ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك. تالي علق يقول وإنه حديث صحيح. إذن هذا مقام الزهراء في القرآن، يرضى الله لرضاها ويغضب الله. الله طيب خاطر الرسول بالزهراء سلام الله عليها. خلي أطرح فت سؤال ثاني وباختصار أجاوب عليه. هسه واحد يجي يقول شو القضية، ليش هالمقامات كلها فاطمة الزهراء؟ يا عمي إذا تجي تفتح الروايات كتب الروايات المكتوبة في الزهراء تحتاج إلى قوة عقيدة ويقين، هذا اللي شوي مهزوزة عقيدته ما يتحمل. يعني بعض الفضائل لما تنسب للإمام أنت تقبلها تتحملها، بس من تجي تشوفها للزهراء سلام الله عليها في الروايات، يعني على سبيل المثال تقرب حديث الكساء، الله يسأل أو جبرائيل يسأل من تحت الكساء، يجي الجواب هم منو؟ رحم الله والديك، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. جعل الزهراء جعل لها المركزية والمحورية بين الرسول وعلي والحسن والحسين. شكد عظيمة فاطمة. تقول السيدة عائشة إذا دخلت فاطمة الزهراء قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قام رسول الله شنو يعني؟ مو أنا وياك، هذا رسول الله يعني الكون كل قام للزهراء وقبل ما بين عينيها وأجلسها بقربه، وفي رواية يقبل يدها ويجلسها بقربه. ايش العظمة هذه للزهراء؟ ليش هالمناقب؟ أكثر من ذلك بحاجة. لما تجي تقرأ رواية تتعجب رواية الإمام الحسن العسكري عليه السلام يقول نحن حجج الله على خلقه، الأئمة حجج الله علينا، بعد يقول وجدتنا فاطمة الزهراء حجة الله علينا. قد كبيرة هذه لو تتأمل بها، تدري شنو يعني حجة الله على خلقه؟
حجة الله على خلقه لما يقول هذا حجة الله عليك، يعني هذا دليل إلى الله، يعني ياخذ بإيدك إلى الله. الإمام العسكري يقول إحنا أدلاءكم، إحنا ناخذ بأياديكم إلى الله. وفاطمة الزهراء دليلنا إلى الله. الزهراء دليل أئمة آل البيت إلى الله. ليش هالمناقب كلها للزهراء؟ الجواب يا أخواني باختصار يكون في جانبين حتى نعرف ليش المناقب مختصة بفاطمة اللي هي أفضل من أئمة آل البيت باستثناء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. منحت هذه المناقب لعلة وسبب. شنو هي هاي العلة؟ العلة أن ننظر إلى جانبين، عدنا ثقلين، عدنا إرثين. الثقل الأول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتفاق جميع المسلمين، التفت ماكو اختلاف أن رسول الله خير خلق الله. وين ما أكو كمالات، وين ما أكو فضائل، وين ما أكو مزايا عند الأنبياء كلها مجتمعة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر أتاك الفضل من هنا وهنا فكنت له كمجتمع السيولي، كل اجتمع عندك من فضائل وكمالات. يجي واحد يسأل الإمام الكاظم عليه السلام يقول له جعلت فداك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وارث النبيين، مو وراثة مادية، وراثة معنوية، يا عوين وين ما أكو فضائل وعلوم ورثها رسول الله؟ قال بلى، وما من نبي بعث إلا ومحمد أفضل منه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. هذا من جانب. من جانب ثاني هم عدنا بالروايات علي بن أبي طالب عليه السلام خير الأوصياء وأفضل الأوصياء وفضائل الأوصياء كلها اجتمعت عد علي بن أبي طالب. خلي بالك، يقول الإمام الباقر عليه السلام يقول إن أول وصي على وجه الأرض هبة الله ابن آدم. آدم كان عنده ولد اسمه هبة الله، هذا وصي آدم أول وصي. وما من نبي إلا وله وصي، وعلي بن أبي طالب هبة الله لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شي يقول الإمام الباقر ورث جميع فضائل جميع الأوصياء والمرسلين. هاي كلام الإمام الباقر. إذن أنا وياك الآن متفقين أن عدنا ثقل وإرث النبوة ممتد، خط ممتد من آدم وينتهي إلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وياي؟ وعدنا ثقل وإرث الوصايا والإمامة هم خط ممتد من هبة الله ابن آدم إلى علي بن أبي طالب سلام الله. يجي يوقف عد علي بن أبي طالب، ينتهي عد علي بن أبي طالب. ثقل النبوة هم ينتهي عد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عدنا ثقلين، عدنا إرثين، ثقل النبوة والإمامة يريدا أن يمتزجا، يريد أن يلتقيا، يحتاجان إلى وعاء مؤهل حتى يتحمل هالثقلين، حتى يتحمل هالإرثين، إرث النبوة والإمامة. أي وعاء يحمل هذين الإرثين؟ تجاوبنا الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان، في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هما بحران، بحر النبوة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبحر الإمام علي بن أبي طالب، اجتمعا والتقيا في فاطمة سلام الله عليها. أخذت بحر النبوة من رسول الله والإمامة من علي بن أبي طالب، اجتمعا في الزهراء. لذلك شوف الزهراء إلها هذه المناقب العظيمة، حملت بحرين، حملت إرثين، إرث النبوة والإمامة. متجي أنت تسلم عليها بالزيارة تقول السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لامتحانه صابر. عرضها لابتلاءات، لامتحانات، بيها تقدر تتحمل لو ما تتحمل الزهراء هذه الروح؟ تقدر تتحمل إرث النبوة والإمامة لو لا؟ طبيعي، روح كبيرة حتى الجسد ما تحمل هذه الروح. اللي توقف الزهراء، توقف الزهراء سلام الله عليها تصلي الصلاة من الليل في الرواية إلى الصباح حتى تتورم قدماها، يعني جسد ما قاعد يتحمل هذا الروح العظيم. لاحظ خزانة الأسرار الله يرحمه آية الله العظمى الفيلسوف الشيخ محمد حسين الأصفهاني لما يجين على الزهراء شي يقول؟ يقول ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار. شنو يعني خزانة الأسرار؟ يقول ما دروا هذا الصدر اللي كسروا شنو بي، بما ماذا يحتوي هذا القلب.
خزانة الأسرار يعني أسرار النبوة، أسرار الإمامة مجموعة كلها في هذا الصدر في هذا القلب. وجدتنا فاطمة حجة الله علينا، دليلنا إلى الله عز وجل، اللي في بعض الروايات مصحف الزهراء ورثه إمام بعد إمام، وكانوا يرجعون في بعض مسائلهم إلى مصحف فاطمة سلام الله عليها، حجة الله على الأئمة. بعد شو يقول الشيخ محمد حسين؟ يقول هكذا يصنع بابنة النبي، ما عرفتوها من هي هاي بنت رسول الله، صحيح عمرها 18 سنة بس ما عرفتوا مقامها، ما دريتوا هالمستوى وهالمنقبة اللي موجودة عند الزهراء سلام الله عليها، أنها خزانة الأسرار، ورثت الإمامة، ورثت النبوة، أم الأئمة. هكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك فيا للعجب. يتعجب لطيف، يقول سليم بن قيس يقول رجعت للمدينة بعد الأحداث، شفت المدينة مخبوصة والناس تحكي، إيش صاير يا جماعة؟ قالوا أما علمت يا سليم، هجموا الدار على فاطمة، أحرقوا باب الدار. يقول ما قدرت تصدق. واحد من الفقهاء المراجع يرون عنه يقول أنا هم كنت أقرأ الرواية أن قنفذ اللعين رفع الصوت وضرب الزهراء على عضدها فترك أثرا كالدملج. يقول أنا هم ما كنت تصدقها، صعبة ما أتوقعها، زهراء فاطمة هيك تنضرب؟ يقول شفت هو سيد، شفت جدتي فاطمة بالمنام، قلت لها سيدتي مولاتي اعذريني سامحيني، مو قصدي أشكك في القضية، أشكك بالمصيبة بمظلوميتك، بس سيدتي ما أقدر أعقلها يتجرع عليك فد رجل عبد لعين ويضربك بالصوت ويترك أثر. يقول الزهراء ما تكلمت، رفعت رداءها طرف رداءها، وإذا بي أرى حلقة سوداء على يدها، أثر الصوت على يد الزهراء. قالوا له يا سليم إذا ما تصدق هذا سلمان محل ثقة، روح اسأله. يقول اجيت لسلمان وقعد يشتغل بالبستان، قلت له سلمان ايش قاعد تقول الناس؟ يقولون هجموا على فاطمة الزهراء. اغرورقت عيناه بالدموع سلمان، قال له يا سليم ليتهم اكتفوا بذلك، ما اكتفوا بكسر ضلع الزهراء، ما اكتفوا بعصرها بين الباب، وشاش سووا بعد؟ قال له يا سليم شفت بعيني علي بن أبي طالب مقيد بحبائل السيف، يهرول معهم إذا هرولوا ويبطئ إذا أبطأوا. شكد صعب هالوصف. سلمان هذا العظيم اللي عنده من أسرار الأئمة عليهم السلام، هو يصف يقول فلما رأيت علي بن أبي طالب بهالحالة داخلني العجب، تعجبت، قلت هذا فارس بدر وحنين، هذا علي بن أبي طالب شلون هيك يقاد بيد القوم مقيد بالحبال؟ داخلني العجب، قلت هذا فارس بدر وحنين، أهكذا يقاد؟ يقول وأنا أحدث نفسي أمير المؤمنين التفت لي بعينين حمراوتين، يعني يوشك على البكاء بس بالع ماسك غصته، أمير المؤمنين التفت لي بعينين حمراوتين، قال لي يا سلمان لا تعجب، انظر خلفي ستجد الأعجب والأعجب. يقول التفتت وإذا بفاطمة الزهراء إيدها على ضلعها تطيح على وجهها وتقوم وتصيح خلوا عن ابن عمي أو لأكشف للدعاء رأسي. الله أكبر. بعد قبل لا أدخلك بالمصيبة عندي فد بيتين أريد أقراها إليك، وهنيئا للي تدمع هنا على الزهراء، أيام فاطمية هذه، بعد وفوا الفاطمة، والله روايات ومراجعنا يأكدون، فقهاءنا علماءنا يأكدون هالمجالس تحضرها الزهراء سلام الله عليها. بعد خلي ببالك الزهراء حاضرة، شلون أنت تواجه الزهراء؟ شلون تبين لها حزنك وألمك قدام الزهراء بعد أنت بينك وبين فاطمة سلام الله عليها؟ يقول اللعين يقول لما اجيت دخلت للباب للدار رفست الباب، سمعت أنين خلف الباب، عرفت هذا أنين فاطمة عمرها 18 سنة. يقول فرق قلبي لها، ابنية 18 سنة وبت رسول الله وبعدها مفجوعة بأبوها وحامل والجنين ببطنها. يقول فرق قلبي، لكن التفتت شفت علي بن أبي طالب قاعد هناك ويقرأ القرآن، فذكرت عليا وولوغه بدماء العرب.
هنا قسى قلبي فعصرتها. يقول حطيت رجلي على عتبة الباب طرف الباب وظهري على الباب وعصرتها فسمعت لأضلاعها تكسيرا. بعد يقول هنا استقبلتني بوجه أعشى بصري نوره وجه الزهراء. والله عزيز عليكم أنتم أصحاب الغيرة أجركم الله. يقول اللعين رفعت يدي لطمتها على وجهها وين وقعت اللطمة يا شيعة يا موالين وقعت اللطمة على عين فاطمة فاطمة واقفة فاطمة بين الباب والحائط تقل ما قال أبويا بيت أبو الحسنين بيتي وما قال بالزهر احفظوني عقب ماتي وخر يا ظالم لا تسمع الناس صوت. الله اسمع رحم الله والدك دمعة اريد من عندك اذا نزلت دمعتك اطلب حاجتك. وخر يا ظالم لا تسمع الناس صوتي والحطب يم الباب ليش مجمعين. قالها أشب النار قالت شبت عليك وخر يا خاين بالعهد للنار تصليك. قالها أطب الدار قالت ما أخليك وشافت مصر ولزمة الباب الحزينة. خليك وياي قوي قلبك رحم الله والديك. يقول شافت مصر ولزمة الباب الحزينة وبانت أناملها وخذ صوته وضربها. اي والله رحم الله والديك اللي صحت وفاطمتها وبانت أناملها وخذ صوته وضربها وقالها يا فاطم حجرتك لازم أطبها وحط قوته بالباب يا شيعة وعصرها. وفاطم تنادي يا رسول الله تكون بعد هاي المصيبة. الشاعر يقول لا المصيبة بهالبيت اسمعها. أصحاب الغيرة يقول وانفتح باب الدار والزهرة بالأخمار ولجل الستر لاذت ما بين وبين الجدار نادى على أصحابه وهجم بهم على الدار. للباب لاذت للستير بضعة نبينا أولي جاها وعصرها وفوق وجنتها لطمها جاها وعصرها وفوق وجنتها لطمها وضلعين كسرها ببطنها ولا رحمها. بعد أريد أذكر فد اسم خلي أشوف شي يسوي بقلبك. يقولوا زينب تشوف وقامت تدافع عنها زينب زينب يعني وقفت زينب يم الباب تقول له يا ظالم لا تكسر ضلع أمي فاطمة فاطمة. الله ما أدري وين ذكرك هالموقف هم وداك فد موقف آخر. نعم زينب ذاك اليوم وقفت تقول له يا ظالم لا تكسر ضلع أمي يجي يوم آخر تقول له يا ظالم لا تحز الراس يا ظالم خل أخوي حسين ساعة أود عنا ومد للموت باعة. بعد عندي مشهد للزهراء وزينب أريد أروي لك إياه قبل لا أختم اللي ما دمعت عينه. فاطمة الزهراء سلام الله عليها في منتصف الليل تئن أنين يقطع القلوب
زينب بالحجرة قاعدة متنام، كل ما تسمع أمها تصيح آه وضلعا، تخلي راسها بين ركبتيها وتنادي وضيعته ومصيبته. ما تحملت زينب طفلة صغيرة، شوف بعين القلب رحم الله والديك. قامت زينب طلعت من حجرتها، اجت لأمها فاطمة، فاطمة على الفراش ممددة. أول ما شافت زينب مسحت دموعها، قطعت أنينها حتى لا تكسر قلب زينب. لكن مولاتي زينب تدري بالزهراء وتدري بألم فاطمة، قعدت يم فاطمة صارت تمسح على وجه أمها، تقلها يا يما يا يما علي لا تخفين دمعيك، ولو بهداي من تبكين اسمعيش. الله. يما علي لا تخفين دمعيش، ولو بهداي من تبكين اسمعيش، يما بضلوعي يا ريت كسر ضلعيش. ظلت فاطمة تنظر لزينب تريد تتكلم وما تقدر، مخنوقة بعبرتها. قالت لها زينب يما كأنما عندك وصية، عندك فد كلمة تريدين تقولينها قولي يما، أنا بخدمتك، أنا بنتك زينب، اسمع شو تريد الزهراء. قلها زينب والله مشتاق أضمك يا بعد عمري. شو تتمنى فاطمة؟ بنتك ضميها. لكن العدو الملعون بالعصر هشم صدري، او عذري ماثل قبالك يا بنت سامح وعذري، من المسمار ما اقدر اسالف لك من المسمار. بعد عندي وصية زينب للحسين، اشرت بايدها على حجرة الحسين، لا من عزم المظلوم قبل قلبه نحرى. ليش يا زهراء؟ لأن قلبه بسهم مشوم يطلع من خرس ظهرى. اي والله وتالي الشمر يا زينب يتربى على صدره، ألا من مناد وحسينا. جاء أمير المؤمنين قعد عند فاطمة ضمها إلى صدري. الزهراء صارت تأخذ دموع أمير المؤمنين وتمسح بها على صدرها. ما تفعلين يا فاطمة؟ قالت له سمعت أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول دموع المظلوم شفاء للمريض. يا علي صدري يؤلمني أنا مريضة. اقلها الزايد عليك اليوم يا زهراء تلوجين بطلي ونينج ذاب قلبي لا تونين، يم الحسن بطل الونين وجاوبيني، شوفي ولادك بالبواج مذوبيني. قالت يا حدر فرقا وبينك وبيني، بوداعة الله مسافرة عنك يا ابو حسين، من هالمرض ما شوف يا حدر سلام. تزوج بعد عيني يا ابو حسين بأمامه، بس هلا هلا بعيد ما تبهى اليتام، سكن خواطره ومنشف دمعة العين.
أهكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك؟ فيا للعجب يا الله يا الله يا الله يا الله. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله. شافي وعافي جميع المرضى يا الله. أد دين كل مدين، اقض حوائج المحتاجين، رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما، فك أسرانا وسجناءنا يا الله. عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. وإلى روح سيد نعمة وابنه سيد خليل وسيد جواد سيد هاشم وسيد كاظم سيد هاشم وسيد محمد سيد علي سيد جواد نهدي ثواب هذا المجلس الشريف إلى أرواحهم وإلى أرواحهم وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين وموتى المؤسسين لهذا المأتم الشريف. الفاتحة تسبقها صلوات.